بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. That which Allah giveth as spoil unto his messenger from the people of the townships of Urayna, Kareza, Banu al-Nadir, Fadak and Kabar, it is for Allah, specifically, and there is nothing in it for you, and his messenger. The command of the messenger of Allah, Bull, regarding this is permissible, and this is why he made the spoils of Fadak and Kabar an endowment for the needy people. It remained under his 659 control during his lifetime, and after his death it came under the control of Abu Bakr al-Siddiq, and after him under Umar, Uthman and Ali respectively, exactly as it was under the control of the Prophet, Bu, and it remains so to this day. The Prophet, Bu, also divided the spoils of Banu Qurayza and Banu al-Nadir on the poor from among the emigrants, al-Muhajirin,
He gave them according to their need and the need of their dependents, and for the near of kin, and he gave some of it to the needy among the Banu Abd al-Muttalib, and the orphans, and he gave some of it to the orphans, other than the orphans of Banu Abd al-Muttalib, and the needy, and gave some of it to the needy, other than the needy of the Banu Abd al-Muttalib. And the wayfarer, the guest and the passerby, that it become not a commodity, a division, between the rich among you, between the strong among you. And whatsoever the messenger giveth you, of spoils, take it, accept it. It is also said that this means, whatever the messenger commands you, act upon it. And whatsoever he forbiddeth, abstain from it. And keep your duty to Allah, fear Allah in that which he commanded you. Lo! Allah is stern in reprisal, when he punishes. This is because they said to the Prophet, Bu, take your share of the spoils and leave us to deal with the rest of it. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Not equal, in acts of obedience and reward, are the owners of the fire, the dwellers of the fire, and the owners of the garden, and the dwellers of the garden. The owners of the garden, they are the victorious, they gained the garden and were saved from the fire. If we had caused this Quran, which is recited unto you by Muhammad, Bull, to descend upon a mountain, a tremendous mountain whose summit is high in the sky and whose base is deep in the seventh earth, thou, O Muhammad, verily hadst seen it, i.e. the mountain with all its might, humbled, surrendered because of the promises and threats contained in the Quran, rent asunder, cracked and crumbled, by the fear of Allah, from the fear of Allah. Such similitudes coin we for mankind, in the Quran, that haply they may reflect, upon the similitudes of the Quran.